الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة الأولى صفة الأذان، أو نقول مشروعات الأذان إيجابا واستحبابا توقيفية على النص. مشروعات الأذان إيجابا واستحبابا توقيفية على النص، فلا حق لأحد أن يشرع لفظة في الأذان ويزعم أنها مما يتعبد لله عز وجل بها إلا وعلى ذلك التشريع دليل من الشرع. وبناء على ذلك فليس من ألفاظ الأذان قول أشهد أن عليا ولي الله، ولا من ألفاظ الأذان حي على خير العمل، فكل هذه لا يجوز إدخالها في الأذان، بل إدخالها في الأذان من البدع. ولا يجوز أن يسبق الأذان بأي ذكر على وجه الديمومة والاستمرار، كالبسملة أو الاستعاذة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة شيء من القرآن. وقولي على وجه الاستمرار والديمومة لأنه إن فعله أحيانا بلا اعتقاد فضيلة خاصة فقد يتوسع فيه، لأن ما ليس بسنة راتبة جاز فعله أحيانا، وأما أن يداوم عليه ويستمر حتى يكون صافا مصاف الواجبات أو المندوبات فهذا هو البدعة.